احنا بنتكلم على الجزئيه الفنيه كابتن زيزو. كنت لسه بسال كابتن سيد عبد الحفيظ، جون انطوي خرج في اعاره لمصر المقاصه، وكابتن سيد قال ان دي فرصه كويسه يظهر زي ما ظهر احمد الشيخ. حضرتك واحد من المدربين اللي ادوا فرصه لانطوي وقدرت في لقاءات بسيطه تخرج منه شكل احنا كنا شفناه عليه في نادي الاسماعيلي. تمام. حضرتك من الناحيه الفنيه حزنت لما شفت انطوي بيخرج على سبيل الاعاره، وكنت شايف انه كان ممكن يكمل في الاهلي ويبقى صفقه يعني مفيده للنادي الاهلي؟ ده انا هتكلم على انطوي، هرد على حضرتك في الحته دي، بس اسمح لي اتكلم على انطوي بشكل عام. في بعض الافراد او العناصر زي اللعيب مثلا او زي الهيد كوتش او المدرب او المدير الفني، لما بيروح نادي ساعات بيوفق. التوفيق احنا ساعات ما بنعملش حسابه. التوفيق ده من الحاجات المهمه جدا جدا. صحيح. التوفيق بمعنى ايه؟ يبقى في توافق ما بين النادي وما بين اللعيب وما بين الفكر بتاع المدير الفني. مظبوط. فتبص التوافق ده ساعات بيتم مع لعيب ما يخطرش على بالك. ودي ساعات بتبص لقيها بتعمل ايه؟ تروح جايه مثلا زي مثلا على سبيل المثال مثلا جون انطوي. سوري بتاع اوتاكا. اوتاكا. اما كان النجم الاسماعيلي. مظبوط. لما جه اوتاكا بقى نجم عالمي بعد كده، بقى نجم كبير. تيجي مثلا في لعيب بقى مر بالمرحلتين، فلافيو. لما جه كان غير موفق بالمره لمده سنه. والناس كلها عايزين يمشي. وبعد كده انما بعد كده بقى فلافيو اللي ساهم بقدر كبير جدا. فعايز اقول التوفيق ده اللي هو نوع من التوافق ما بين قدرات اللعيب وطموحات النادي وفكر المدير الفني. والمثال اللي احنا لسه بنتكلم عليه احمد الشيخ مع الاهلي مثلا عامل ازاي، ومع مصر المقاصه دلوقتي عامل ازاي. بس احمد الشيخ مختلف شويه. احمد الشيخ اللعيب برضه بيمر هنا بمراحل. المراحل دي ممكن بيكتسب فيها بعض الخبرات وبعض القدرات بتاعته بتنمى. مظبوط. فاحمد الشيخ من الحاجات الغريبه يمكن ما حدش ذكرها خالص. ان احمد الشيخ طبعا دي لفته منه كانت يعني ذات قيمه كبيره جدا، وانه في فتره قليله قوي كابتن زيزو يحصل ده. يعني دايما يعني برضو الناس تقول هنا اللاعب افريقي، ويعني ما فيش ما بينك مثلا مش لاعب متربي في النادي الاهلي، فعارف كابتن زيزو في علاقه انسانيه قويه. لا يعني فتره قليله اعتقد ان ثقه حضرتك فيه طبعا وصلت له بسهوله. يعني هو بص، انت النهارده بتبقى مدير فني لازم تعامل اللعيبه كلها بنفسيه معينه. والحاجه الوحيده اللي تقدر تغير فيها، يعني مثلا ممكن مدير فني يمسك فرقه النهارده يكون عنده لعيبه مصابه، يكون المستوى البدني كلياقه قليله، يكون عناصر مثلا ناقصه، فما يقدرش يجمع الكلام ده كله الا مثلا يقول لك في خلال 3-4 اسابيع مثلا. كويس. انما الحاجه الوحيده اللي هي تعمل سويتش للبني ادم 180 درجه اللي هي الناحيه النفسيه. فانت النهارده بتجيب لعيب، وخاصه لو اجنبي بقى تاثيره بيبقى اكتر، لان هو بيحس بالغربه. فلما بتيجي تتعامل معاه بنفسيه طيبه وتشرح له، انا شرحت له العيوب بتاعته، شرحت له مميزاته، وقارنت انطوي بتاع الاسماعيلي وانطوي اللي موجود عندنا في النادي الاهلي. فانت هنا فخلاص سهلت حضرتك عليه الامور، سهلت عليه النفسيه. طيب حضرتك شايف انه كان يستحق وجوده في النادي الاهلي ويستحق فرصه؟ دي وجهات نظر. لا انا بسال حضرتك كمشجع النادي الاهلي. ما انا بقول لك دي وجهات نظر. يعني ممكن جدا يكون مصلحه انطوي نفسه انه يمشي في الوقت ده. وانا سمعت الكابتن سيد وهو بيقول لك احنا في فرق انك انت بتستغنى عن لعيب، فرق انك انت بتعير لعيب. مظبوط. صحيح. فمعنى انك انت بتعيره انه لسه عندك امل موجود فيه. تمام. من اللعيبه برضو اللي ناس كتيره جدا يعني بيشكلوا لها لغز هو صالح جمعه. راي كابتن زيزو في صالح جمعه ايه؟ في لعيب يعني اولا صالح من اللعيبه الموهوبه طبعا، مش مصنوع. يعني لعيب بالفطره. ولذلك ساعات بيبقى ليه واجبات معينه الناس حتى تستشعرها من بره، تقول لك يا ريت صالح جمعه ينزل دلوقتي. فصالح من الناس اللي هي ما تعرفش تدير الموهبه بتاعتها. انا دايما عندي مقوله كده الواحد يعني اكتسبها من خلال برضو الممارسه، ان الموهبه دايما بتحتاج شخصيه تديرها. ودي مش في الكوره بس. يعني دي في اي فن من الفنون. يعني مزبوط. رسام، فنان تشكيلي، ممثل، مخرج، اي حد من الناس. يعني واحد زي الفنان الكبير عادل امام مثلا، او عبد الحليم حافظ الله يرحمه مثلا. الناس ديت الموهبة موجودة فيهم، ولكن من ضمن الحاجات اللي هي تساعد الموهبة دي تبان في أبهى صور ليها إدارتها إدارة الشخصية ليها. فصالح من الناس اللي مش عارفة تدير الحتة دي، ومش عارف يستثمر
وجوده في النادي الاهلي. لان انت لما بتبقى موجود في كيان، الكيان ده موفر عليك التفكير في الناحيه الماليه والناحيه الاداريه وكل الامكانيات متوفره بشكل غير عادي، تفرغ طاقتك وتركيزك بس كل الملعب. طاقتك لانك انت تستمتع باللعب، تستمتع الاول عشان صحيح. تقدر تمتع الناس. فصالح انا بعتبره من اللعيبه اللي هي ظالمه نفسها من وجهه نظري يعني. نجم كبير زي كابتن عماد متعب وكابتن حسام غالي، نبتدي بكابتن عماد متعب الاول، راي حضرتك ايه؟ يعني هل الافضل ليه في الوقت الحالي التجديد مع النادي الاهلي ولا انه يدور على فرصه خارجيه؟ هو عمليه التجديد دي ده حقه يعني كواجب من النادي الاهلي كمان. يعني عماد بصراحه من الناس اللي تاريخها كبير جدا 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 في النادي الاهلي، مع ان ناس كتير يا كابتن زيزو متخيله ان ازمه ما قبل لقاء السوبر سايبه حساسيه ما بين حضرتك وبين عماد متعب. خالص، ده انا معروف عني ان انا كنت ولا زلت متحيز لعماد متعب طول عمري وحتى وانا مش موجود. امال كان ايه سبب المشكله يا كابتن زيزو؟ ولا حاجه، يعني موقف موقف مجرد موقف وخلص على طول، خلص في ساعتها ولكن الاثار بتاعته مش عندنا، عند الاعلام وعند الناس، بتفضل بقى مكمل، بتفضل موجوده الناس هي اللي بتتناولها. زي الموقف بتاع احمد ناجي مثلا وشريف، مثلا كابتن ناجي وشريف، الموقف دوت اللي كبره زياده شويه برضو التناول بتاعه في الناحيه الاعلاميه. صحيح. ودي صفه ما تقدرش تنكرها على الاعلامي، يعني كل واحد بيبقى عايز يؤدي الدور بتاعه بشكل معين. طيب.